هذا السائل عبد العزيز يقول بأنه أدى العمرة في الأسبوع الماضي ولكنه لم يطف طواف الوداع، هل للعمرة طواف وداع؟ ليس لها طواف وداع، لأن الذين يعتمرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمرهم بطواف الوداع للعمرة، إنما كان يأمرهم بطواف الوداع للحج، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد تيكون بآخر عهده بالبيت، هذا للحجاج، ولم يرد أنه أمر المعتمرين بالعمرة بطواف الوداع لها. نعم.